جمعيه كلاء السياحه والسفر من العام الماضي بدات بتنظيم مسارات سياحيه جديده. للعلم يعني يمكن معروف للناس انه في عندنا حوالي من 10 ل 15 موقع سياحي، حقيقه عندنا فوق من 25 الف ل 50 الف موقع سياحي. جمعيه كلاء السياحه والسفر بادرت بهاي الرحله بتنظيم رحلة مميزة استمرت يومين إلى مدينة معان وإلى الشوبك وإلى وادي رام، ومررنا بالقسطل بجنوب عمان. لتعريف وكلاء السياحة والسفر على المسارات الجديدة وكذلك على يعني مساعدة إخواننا في القطاع الإعلامي لمعرفة بعض الأماكن الجديدة والتركيز الإعلامي عليها، انطلقنا من عمان للقسطل، وموقع جميل جدا وبتمنى الناس يشوفوه وبتمنى الاهتمام فيه مستقبلا نظرا لأهميته. بعدين انطلقنا إلى معان، حيث كان في بمعان زيارة لقصر الملك المؤسس وسوق معان، ثم انطلقنا إلى الشوبك، وفي الشوبك كان لنا جلسة في إحدى الخيام، تناولنا غذاء، شفنا فكرة عمل السياحة بالخيام وليس بالفنادق، وهذا بنحب نركز عليه. ليس بالضرورة أن تكون السياحة ناجحة فقط بإنفاق ملايين ولا بناء فارهة، أو لا، ممكن أنه خيم بمواقع مميزة بخدمة مميزة بتقديم العادات الأصيلة والكرم الأصيل بتميز في الشعب الأردني، لعكس يعني لنعكس الرسالة اللي بنحملها أصلاً، تعرف علينا الشعوب الأخرى، هي أصدق رسالة سياحية حتى ينقلها السائح للناس لما يرجع لبلده، وبالتالي فهي زي عملية الزراعة والحصاد. بعدين انطلقنا إلى قلعة الشوبك المميزة اللي هي قلعة مونتريال اللي بنيت من الفرنسيين وبعدين احتلها أو العرب، وهي عبارة عن 7 طوابق بقي منها 4 طوابق على ما أعتقد بسبب الزلازل. كذلك بنفس المنطقة في موقع إسلامي هام جدا هو جبل التحكيم، موقع الأشعري، وحيث كان في المقابلة بين جيش يزيد وجيش الدولة الإسلامية في ذلك الوقت وجرى التحكيم، كله بهذه المنطقة اللي كثير من الناس منهم من الأردنيين ما بعرفوا أهميتها. انطلقنا بعدها إلى وادي رم، وبوادي رم يعني الجمال الخلاب للمكان لا يوصف. كانت الفترة ظهرا لنشارك في رحلة، والآن نتحدث عن العهد العثماني في قطار عثماني بجيش عثماني بعلم عثماني وقصة الثورة العربية الكبرى وعملية الثوار بهذاك الوقت كيف كان. فكانت مشاركة شيقة ومن أجمل الرحلات اللي ممكن نعملها بوادي رام، وإن شاء الله هي بداية لتعريف الأردنيين والسواح بالوطن العربي وبالعالم على أهمية موقع وادي رام، ويمكن تثقيفه وبالتالي تثقيف الناس لأهمية هذا الحدث التاريخي الهام. كان الانطباع ممتاز جدا، يعني وكلاء السياحة والسفر كان باب وباب هو يعني بداية، لكن نحن بحاجة إلى عمل أكثر بالتنسيق مع وزارة السياحة، مشكورة بدعمنا بهذا الموضوع، بحاجة إلى إعداد برامج جديدة بالتعاون مع الأدلاء المختصين والكفؤين بهذا المجال. كان ردة الفعل هائلة باللوم، وأعتقد أنه حنعمل رحلات مشابهة بالقريب إن شاء الله.